كثيرا ما نظن اننا وصلنا الى القمه وانه بامكاننا ان نتعالى او كثيرا ما نريد ان نصل الى القمه لكي نتعالى على الاخرين تخدعنا انفسنا وتجعلنا نصدق اكاذيبها بحيث لا نعود نرى ما حولنا ونظن ان الكل وكل شيء من الممكن ان نتحكم به ونلغي التواضع وياخذ مكانه اكيد التباهي قسيس وجدي اهلا وسهلا بك في حلقه بيكي. اليوم اهلا بك نسيمة اشرف اهلا هل انت من المتباهين يا اشرف لا طبعا رايت قسيس السؤال الاول اكيد يكون لك لكن دائما اطبق الدرس على اشرف المسكين الذي يوجه قسيس حلقه اليوم عن التباهي والتفاخر اكيد شيئين او لا اسميها ميزه وانما شيء الصفة. اخر صفة غير محمودة صفة غير محمودة أو غير محبوبة مم. أكيد هيكون دائما مثل العادة أسئلتي كلها تعريف 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 أكيد أريد الطبيعة. التعريف ما هو تعريف التباهي والتفاخر وأنا طبيعي 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 ستجاوب أكيد <applause> برجع للمختصين عشان أعرف المعنى الدقيق للكلمة مم. فالاعتداد بالنفس اللي هو التفاخر او التباهي بالنفس بيعرفوا المعجم بإنه هو الافتخار والزهو بها الافتخار والزهو بالنفس مم. الواحد يحس حاله كده احسن من الاخرين يعني بالمصري تطلع بنفسك اه في مصر كده ليها تعبيرات مختلفة ماشي <applause> يقول لك منفوخة على الفاضي زي كده ليها تعبيرات مختلفة واعتد بنفسه وثق منها واعتمد عليها اعتز بها تغطرس افرط في الاعتداد بنفسه فدي كلها تعريفات بتدل ان الاعتداد بالنفس او التباهي والتفاخر ما هو الا شكل من اشكال التكبر والتفاخر على مم. النفس وعلى الاخرين ايضا. طب يعني اساس كده في فرق بين الثقه بالنفس يعني في فرق هل هناك فرق بين الاعتداد بالنفس والثقه بالنفس؟ صح يمكن الاعتداد بالنفس ان يكون ثقه بالنفس فقط مم. وليس آه اعتداد فكيف آه خلونا نعرف؟ خلونا فعلا هرجع تاني للتعريفات عشان نعرف الفرق مم. بين الانسان اللي واثق في نفسه والانسان اللي بيتفاخر بنفسه، في فرق بين الاثنين؟ طبعا في فرق في وانا بقرا بعض المقالات عجبتني اول مقاله اقتبست منها جمله احب اقولها مع الساده المشاهدين ومعاكم بيقول عن الثقه بالنفس ايه هي احترام الذات والشعور بالايجابيه والقدره على الفعل شعور بالارتياح والاطمئنان والقدره على تحقيق الايه الاهداف فالثقه بالنفس هو ان الانسان يشعر ان هو بيحترم نفسه وانه عنده قدره على فعل الاشياء ما بيبقاش متردد مثلا ما بيبقاش خايف ما بيبقاش عنده شك في نفسه هل هيقدر ولا ما يقدرش وبيبقى بيقدم رجل وياخر رجل لا الانسان اللي واثق في نفسه دي صفة ايجابية مطلوبة جدا 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 عشان الانسان يقدر يكون ناجح. يعني لديه قدرة على فعل شيء وواثق بقدرته انه يمكن ان يقوم بذلك الشيء. صحيح، بس الثقة م... في النفس ما فيهاش غرور. مم. ليه؟ هي مقدرة. مقدرة، هو مم. عارف امكانياته ايه. هو عارف امكانياته ايه، احنا بنيجي نشيل حاجة ببقى عارف دي وزنها كذا، هقدر اشيلها او لا، لو مش هقدر اشيلها بقول لحد اصغر مني في السن شيلها لي مم. لو سمحت. مضبوط يا أشرف؟ بتساعدني في حاجة زي كده شيلها لي، حاجة هقدر أشيلها بشيلها. دي اسمها ثقة بالنفس إن الإنسان يعرف إمكانياته إيه. لا هي تفاخر ولا هي ولا هي إن الواحد يتدنى لدرجة إن هو يشعر إن هو لا شيء. أما الاعتداد بالنفس بقى هي ثقة مفرطة في النفس. إن الواحد يتخيل ما ليس موجود فيه. كيف؟ خلاص؟ انه مثلا يتخيل ان هو يكون مثلا عمره 60 سنه ويقول لك انا لو لعبت ملاكمه أه هغلب واحد عنده 20 سنه، لا ده ده غرور ده 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 كده ايه؟ مم. افراط في الثقه في النفس، يكون الانسان يقول لك انا بفهم في اي حاجه، مم. انا اي حاجه اقدر اعملها، لا مش اي حاجه تقدر تعملها، لان ما فيش انسان يقدر يفعل كل شيء. فلما الإنسان يوصل لمرحلة ان هو لا يستطيع ان يميز بين ما يقدر ان يفعله وما لا يقدر ان يفعله، في الوقت ده بيكون غرور أو تباهي أو ثقة زيادة بالنفس غير مطلوبة على الإطلاق. وكمان الاعتداد بالنفس أو التباهي ما هي إلا نوع من الكبرياء زي ما قلنا، وبيشعر بالاكتفاء التام عن الآخرين، فبيشعر انه مش محتاج لحد، كل الناس لا قيمة له. انا لوحدي اقدر اكفي حالي اكفي نفسي لان كل الناس انا لوحدي بكل الناس يعني هو الشخص الوحيد الذي لديه قيمه صحيح وانا لوحدي بكل الناس اساوي كل الناس ماشي بالظبط زي ما في المثل اللي قاله سيد المسيح عن الفريسي والعشار لما الفريسي قال انا لست مثل باقي الناس فانا انا اساويهم جميعا انا في كفه وهم في كفه تاني ففي آه؟ فرق بين الثقه بالنفس والاعتداد بالنفس وبين الانسان اللي هو بيتفاخر ويتباهى بنفسه يعني مع مثال الفارسي او المثال الذي اعطيته في الكتاب المقدس هذا ياخذني ايضا لاسالك هل في الكتاب المقدس هناك حديث او هناك ايات تتكلم عن الاعتداد بالنفس او التباهي بالتاكيد هذكر برضو ثلاث ايات بتكلمنا ازاي الانسان يشعر في نفسه ازاي اتعامل مع نفسي؟ لان التباهي والتفاخر او الاعتداد بالنفس ما هي الا شعور بينعكس على تصرفات الانسان. فالكتاب في امثال 25 27 بيقول ايه؟ اكل كثير من العسل ليس بحسن وطلب الانسان مجد انفسهم ثقيل. طلب الانسان مجد انفسهم ثقيل ان سقيل. الواحد يقول لك احترمني، قدرني، انا احسن منك، ايه ده ايه ده؟ لا وحش قوي قوي. خلاص ده كده بالظبط زي ايه؟ زي ما بيقول في سفر الامثال إن ده اكل عسل بس بزياده قوي فخلاص بيخلي الواحد مش طايق العسل بعد كده. مم. المثل الثاني او الايه الثانيه في امثال 27 2 ودي مهمه قوي بقى يا ريت كلنا نحفظها نحطها كده شعار لينا ليمدحك الغريب لا فمك مم. الاجنبي لا شفتاك. خلي الناس هي اللي تمدحها. ما تقولش انا عملت وعملت وعملت. ده أنا لو ما لو ما كنتش موجود في الوقت ده كانت الدنيا خربت لو ما تصرفتش في الوقت ده كانت الدنيا انتهت خلي الناس هي اللي تمدح لكن ما تجبرش الناس إنها تمدحك وإلا هيكون وقعنا في خطايا كبيرة جدا اللي هي الاعتداد بالنفس الثقة المفرطة في النفس تالت آية في كورنثوس الثانية عشرة سبعة عشر وثمانية عشر بيقول بولس الرسول وأما من افتخر فليفتخر بالرب لانه ليس من ليس من مدح نفسه هو المذكى او المذكى بل من يمدحه الرب مش اللي بيمدح نفسه هو المذكى عند ربنا بل اللي بيمدحه ربنا ممكن انا اكون شايف نفسي قدام ربنا ان انا ما فيش احسن من كده غني وقد استغنيت وربنا يقول لي لا ده انت ولا شيء فالكتاب بيعلمنا ان احنا لا ينبغي ان نرتقي فوق ما ينبغي أن نرتقي إليه حتى هي فكرة جميلة أن نعرف أن الرب يمدحنا صحيح. يعني ستحس كأنه أب لك وفخور فيك فشيء جميل رائع رائع الفكرة طيب أسيس ليه الكتاب المقدس يعني ليه هو بيحذر من الخطية دي وإيه أضرارها على المؤمن أشرف في أضرار كثيرة قوي أن الإنسان يشعر أن هو أفضل وأحسن ويكون عنده ثقة مفرطة لدرجه التباهي والتفاخر على الاخرين اول حاجه ان هذا الانسان يقع في خطيه الكبرياء وعندما يقع في خطيه الكبرياء لا يرى نفسه على حقيقتها ابدا مم. ماشي لا يرى نفسه يعني على حقيقتها يعني هناك غطاء على العينين صحيح دايما كده لو قرينا في رؤيه عن كنيسه اللاوتكين بيقول ايه؟ في رؤيه 317. بيقول عن الكنيسه بتقول عن نفسها لأنك تقول اني انا غني وقد استغنيت ولا حاجه لي الى شيء ولست تعلم انك انت الشقي والبائس وفقير واعمى وعريان. ملاك الكنيسه بيتكلم عن نفسه ان هو غني وقد استغنى ولا يحتاج الى اي شيء. ربنا بيقول له بس الحقيقه غير كده. الحقيقه انك ايه؟ إنك شقي بائس فقير أعمى عريان الحقيقة حاجة وما يظن في نفسه شيء, شيء آخر. آخر. الإنسان اللي بيعتد بنفسه اللي بيتباهى اللي بيفتخر لا يرى نفسه على حقيقتها وزي ما قلنا في مثل الفريسي والعشار الفريسي قاعد يقول لست مثل باقي الناس يجي الرب يسوع في نهاية المثل ويقول إيه إن العشار اللي تواضع قدام ربنا رجع إلى بيته مبررا دون ذاك حتى تجد الكثير من الأشخاص يتفادون الشخص المتكبر، صحيح. لكن عندما تسأله يقول لك الكل غيران مني، <applause> يعني هذا هو التحليل بالنسبة له. لأنه لا يرى نفسه على حقيقتها. دائما أقول أنه إذا كان شخصا واحدا أو اثنين، لكن إذا كانوا كل الأشخاص لديهم مشكلة معي أو يتجنبونني، ففي ذلك الوقت يجب أن أسأل نفسي ما العيب؟ ما العيب <applause> فيها؟ صحيح مم. صحيح عشان كده خلينا ندخل لايه جميله كمان في غلاطيا 6 3 بتقول لانه ان ظن احد انه شيء وهو ليس شيئا فانه يغش نفسه مم. وده اللي بيوصل لحاله الانسان الذي يعتد بنفسه وعنده اعتزاز بنفسه اكثر من اللازم بتكون النتيجه انه بيغش نفسه ليه لانه لا يرى نفسه على حقيقتها الحاجه الثانيه ان الاعتداد بالنفس او التباهي والتفاخر بالنفس تؤدي للعقاب الالهي على من يرتكبها للاسف الانسان اللي بيتباهى بحاله اللي شايف وضعه افضل من الناس وأنه هو بيرفكت كامل لا يحتاج الى شيء في الاخر بيتعرض الى دينونه ربنا مم. في مثل في الكتاب المقدس بيعلمنا هذا الشيء عن ملك من الملوك العظماء جدا ملك نبوخذ نصر ملك نبوخذ نصر بنى حضاره عريقه حضاره بابل والحدائق المعلقة في بابل وإزاي كانت هذه الحضارة من الحضارات التي لم تدارها إلا الحضارة المصرية أو كانت توازي الحضارة المصرية في يوم من الأيام كانت حاجة في منتهى الجمال أول من اخترع النافورة. كانوا البابليين كان نبوخذ نصر والحضارة اللي عملها لكن في يوم من الأيام عمل إيه؟ وقع في مشكلة ودي مذكورة في دانيال أربعة من 30 ل 32 بيقول الكتاب: وأجاب الملك فقال: أليست هذه بابل العظيمة التي بنيتها لبيت الملك بقوة بقوة واقتداري ولجلال مجدي؟ والكلمة بعد بفم الملك، وقع صوت من السماء قائلا: لك يقولون يا نبوخذ نصر الملك، إن الملك قد زال عنك ويطردونك من بين الناس وتكون سكناك مع حيوان البر ويطعمونك العشب كثيران فتمضي عليك سبعة أزمنة حتى تعلم أن العلي متسلط في مملكة الناس وأنه يعطيها من يشاء مم. في البداية نبوخذ نصر قال أنا عملت هذه المملكة لمجدي لقدرتي لاقتداري إن أنا أمجد اسمي أصبح إلها في عين نفسه في عين نفسه وهو لما شاف بابل اندهش واو هو ده اللي انا عملته برافو عليك يا لأ ها بالمصري كده برافو عليك يا ابو خز نصر انت عملت اللي ما حدش عمله في نفس الوقت قال له لمده سبع سنين سبع سنين هيطير عقلك منك هتتجنن ويطعموك العشب مع السيران ومع حيوانات البر ودي كانت نتيجة الإنسان الذي يعتد بنفسه ولا يعطي المجد لله يعني الهلاك في الهلاك. الأخير. الهلاك وهناك أيضا مثال إبليس في الكتاب المقدس نفس الشيء التباهي أخذ به إلى الخروج من ملكوت السماء قسيس لن أتباهى عليك فقط سآخذ فاصل قصير مشاهدينا لا تنسوا التواصل معنا على الإيميل وعلى رقم الهاتف اللذان سيظهران على الشاشة انتظرونا بعد الفاصل وأرجوكم لا تتباهوا علينا انتظرونا مشاهدينا الكرام مرحبا بكم مرة أخرى وحلقة اليوم عن التباهي والتفاخر أكيد مع القسيس وجدي وأشرف أكيد. قسيس كنا نتكلم قبل الفاصل عن نبوخذ نصر عن إبليس كيف سقطوا في شرك التباهي صحيح آه، الآن سؤالي يأتي أكيد نحن كأشخاص نحتاج إلى أكيد من يمدحنا ومن يقول واو عمل رائع كتشجيع طبعا. فهل هذا غياب هذا الشيء أكيد س... سيكون له أثار في حياتنا فهذا ليس تباهيا وإنما يعني تشجيع فما رأيك؟ بالتأكيد, يمكن... <applause> بالتأكيد أن احنا نأخذ مدح الآخرين أو تشجيع الآخرين ده شيء ضروري والأهم أن احنا نعطي أولا أيضا التشجيع لمن هم يحتاجون احنا كبشر حاله نفسيه او الاحتياج النفسي منا الاحتياج للتقدير فاحتياجنا للتقدير هذا احتياج ضروري زيه زي المحبه زيه بيوصل احيانا قيمته الى الاحتياجات الجسديه زي الاكل والشرب فما نقدرش ان احنا نلغي هذا الاحتياج لان الله هو اللي وضعه جوانا لكن الكتاب المقدس بيقول لنا ازاي ناخد هذا الاحتياج بالطريقه الصح مش انا اللي افرضه على الناس زي ما قلنا قبل الفاصل مش انا اللي أجبر الناس مش انا اللي اعطيه لنفسي ولكن اجعل الاخرين يعطوه الي فالايات اللي احنا ذكرناها قبل الفاصل الله هو اللي يمدحني ليكن المدح من الله مش من نفسي ليمدحك الغريب لا فمك الناس اللي حواليك بتصرفاتك الكويسه يمدحوك ماشي الحاجه الثالثه من افراد عيلتك شوف عن المراه الفاضله بيقولوا ايه يقوم اولادها ويطوبونها زوجها ايضا فيمدحها اعطوها من ثمر يديها ولتمدح اعمالها في الابواب الاعمال الاعمال والمرأة الفاضلة مش بتمدح نفسها مين اللي بيمدحها هنا؟ ثلاث حاجات الاولاد الاولاد الزوج الزوج ماشي واعمالها م. خلاص؟ هي ما بتقولهمش تعالوا انا تعبت عشانكم انا اتغلبت عشانكم انا طبخت النهارده انا عملت النهارده لا بتصرفاتها الجميلة الحلوة هم نفسهم لها اشكرك يا ماما اشكرك يا حبيبتي لكن هذه رساله لنا ايضا ان نمدح الامهات لاننا ننسى نظن ان هذا هو عملها يجب ان تنظف المراه دائما يجب ان تنظف صوت المراه صوت المراه جميل اكيد يعني دائما نظن ان من واجب امي ان تطبخ من واجب امي ان تنظف لماذا لا اقول شكرا حتى وان كان واجب يجب ان اشكر على الواجب خلاص حتى وان كانت تفعل الواجب وان كان الاب بيفعل الواجب يجب ان نشكرهما على فعل الواجب. مم. ده لازم وحتى okay. للاولاد ايضا قسيس بالتاكيد بالتاكيد اللي يعمل شيء حسن لازم ان انا يكون عندي روح الشكر ليهم فليمدحك الغريب مم. زوجها اولادها رئيسك في العمل في مثل وكيل الظلم يقول الكتاب فمدح السيد وكيل الظلم اذ بحكمه فعل ليه؟ مم. وكيل الظلم تصرف بحكمه مم. فرئيسه في العمل هو اللي مدحه فما يجيش بقى الموظف ويقول له انا بشتغل انا بعمل لا سيب اعمالك تخلي رئيسك في العمل هي إيه تحكم تحكم وتحفزه ان هو يديك الثقه في نفسك وايضا من اصحاب السلطه يعني في آية حلوة قوي بيقولها الرسول بولس في رومية 13 3 بيقول إيه؟ فإن الحكام ليسوا خوفا للأعمال الصالحة بل للشريرة أفتريد أن لا تخاف السلطان؟ افعل الصلاح فيكون لك مدح منه امشي كويس، ما تخالفوش القوانين. هيكون ليك مدح من السلطة مم. ومن القيادات اللي أنت في المجتمع بتعيش تحت سلطتها وإمرتها. فدي الأشخاص اللي إحنا ثقة الإنسان محتاجها، آه، تقدير محتاج إنس... الإنسان محتاجه بالتأكيد، ولكن لا يعطي التقدير لنفسه ولكن يفعل الأعمال التي تمجد الله مم. والتي تخدم البشر ونتيجتها إن الناس هيمدحوا ويشكروا على هذه الأعمال. إذا قسيس كيف نعرف أن هذا الشخص مثلاً هو يتباهى اكيد هناك ظواهر تظهر عليه التباهي او دعني اصيغ السؤال لكي لا نظلم احد، كيف اعرف مثلا انا كشخص اليوم لقد بدات بالتباهي؟ خلينا نقولها بالطريقه الطبيه اعراض التباهي اعراض التباهي لما الانسان يكون عنده برد زكام بيبقى عنده عطس وعنده رشح <applause> في برضه في الخطايا في اعراض <applause> خلاص؟ والاعراض دي بتظهر ما بداخل الانسان لان من فضلة القلب يتكلم اللسان، أول حاجة بالكلام، لما تلاقي واحد يقول أنا أحسن واحد في الشغل. تلاقي واحدة تقول أنا مفيش حد بيعمل الصنف ده إلا أنا، مفيش اللي أنا الكلام ده. لما تلاقي واحد يقول لا 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 ده مفيش زي ده أنا لما بنزل بلعب في كورة محدش يقدر، ده أنا في الشعر ماشي، لو جبت مين محدش يقدر عليا. لما نوصل لدرجة أنا 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 واستخدام افعل التفضيل باللغه العربيه مم. انا احسن انا اشطر انا اسكى لما نستخدم هذا المرادفات معناها ان الانسان ده ابتدى في التباهي فعلا مم. الحاجه الثانيه باستخدام حركات الجسد او اللي بنسميها البادي لانجويج ماشي استخدام حركات الجسد ممكن اللسان يسكت بس العين العين النظر للاخرين بتعالي ما هو تباهي عدم ان انا ارد على الناس لو واحد يقول لي صباح الخير في احتقار ماشي ما فيش رد <applause> لما واحد يجي يسلم عليا هو يسلم بحراره وانا امد له واحنا بقى متعودين يعني عارفين <applause> ها امد تراطيف صوابع كده وكاني خايف لحسن ايه ها اتاذي بالسلام <applause> ما دي كلها تباهي وتفاخر <applause> بال... بالنفس كمان هنا بنلاقي ان كمان بالتصرفات ازاي الانسان اللي بينفرد دايما بالعمل بيشعر ان هو مش محتاج لحد انا اقدر اعمل لوحدي انا اقدر اشتغل لوحدي انا مش محتاج لتيم معايا انا مش محتاج لحد معايا خلاص مم. ده دخل في مرحله التباهي التباهي حتى وان لم يعترف بذلك مم. او لم يدرك ذلك بس هو دخل في مرحلة الاكتفاء الذاتي الحاجة الثانية عدم أخذ مشورة الآخرين الإنسان اللي بيتباهى بنفسه بيظن أنه يعلم كل شيء عشان كده يتكسف يسأل حد دايما هو عارف دايما رأيه صح دايما م. هو يعلم كل شيء ولا يحتاج الى نصيحه يرى ضعف في سؤال الاخر اه طبعا طبعا وبيقول لك هسال ليه يعني ومش كده وبس الانسان اللي بيتباهى بنفسه بيوصل انه بيهاجم اي حد يعرضه م. م. ماشي للمهاجمه وليس للعقل لان اللي بيتقال ممكن يكون غلط ولكن الانسان اللي بيتباهى بنفسه يحب يثبت ان هو صح لا انت اللي غلط الطرف الثاني وانا اللي صح طب اسمع طب ناقشني لا 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 اللي بتقوله غلط ويفضل في جدال عقيم عشان يثبت ان اللي امامه غلط وان هو اللي صح م. في هذه الاعراض لما بتتجمع في انسان او احداها بيكون الانسان ده وقع في خطية فعلا التباهي بالنفس أو الاعتداد بالنفس يعني يجب على الشخص أن يضع قائمة صباحا أعراض التباهي وكل صباح ينظر إليها ويعلم أو يصلي أو يصلي يقول له رب ابعد عني المرض الوحش ده طيب يا أسيس نعرف ناس كتير بتتباهى بحاجات وممكن مثلا تسمع حد أن هي كويسة في حاجة لا هو مش كويس أنا اللي كويس صحيح وبتحكي كتير كتير بقى في الاعمال اللي, اللي هي بتعملها اللي هي بتعملها طيب اكيد الكتاب المقدس بيدينا علاج للمرض ده انا هسميه مرض فعايزين علاج يا استيس. العلاج دايما ربنا مع كل مشكله بيوجد الحل وقبل حتى ما المشكله تبقى موجوده الله بيلاقي لها حل حتى قبل ما ادم يخطا الله وجد خطه الفداء او اوجد خطه الفداء علاج الاعتداد بالنفس في ثلاث خطوات أول حاجة نقول للإنسان الذي يتباهى ويتفاخر بنفسه تذكر أن الله يقف ضد هذه الخطية ويقاومها في قضاء سبعة اتنين يقول وقال الرب لجدعون إن الشعب الذي معك كثير علي لأدفع المديانيين بيدهم لإلا يفتخر علي إسرائيل قائلا يدي خلصتني فاكرين لما ربنا كلم جدعون روح حرر بني إسرائيل آه وصلوا 22 ألف واحد هيمشي ورا جدعون ربنا قال له كتير خفضوا بعد كده وصلوا ل 10000 خفضوا بعد كده ربنا قال لهم لا انا مش محتاج عدد ليه لان لو العدد هو اللي غلب المديانيين هيقولوا ان ربنا ما عملش حاجه مم. فتذكر وعشان كده ربنا خد 300 بس 300 شخص ليس الا وغلب بيهم الافات مؤلفه من جيش المديانيين لأن ربنا يقاوم خطية التباهي والتقبر عليه والاعتداد م. بالنفس فيتذكر الإنسان كده تاني شيء لا تعتمد على حكمتك وفطنتك وده موجود في أمثال خمسة بيقول توكل على الرب بكل قلبك وعلى فهمك لا تعتمد م. ليه؟ لأن ما تظنش نفسك أنك أحكم من الرب يا إنسان فلو جه في يوم انت فاكر نفسك انك افضل من الناس وانك بتفهم احسن وانك عارف افضل وانك متعلم اكتر افتكر على فهمك لا تعتمد لان كلنا في الموازين الى فوق. الحاجه الاخيره. انتظر مدح الرب لك ولا تمدح نفسك وهعيد الايه اللي قلناها قبل كده اللي موجوده في كورنثوس الثانيه عشره 17 و 18 ودي علاج شافي لاي انسان عنده الغرور وعنده الاعتداد بالنفس. الايه بتقول واما من افتخر فليفتخر بالرب لانه ليس من مدح نفسه هو المزكى بل من يمدحه الرب كون ان انا بمدح نفسي مش معناها ان انا بقيت عظيم ولكن المدح اخذه من الله والله لما يمدحني في ايه اعظم من كده ده العلاج لخطيه أو لمرض زي ما أشرف قال لمرض التباهي والتفاخر. أمين قسيس وأظن أن مديح الرب لا يسمع ولكن بالبركات التي يعطينا إياها يرى. ولن أمدح أكثر أشرف لكي لا يتباهى لكن أعرف أن أشرف غير ليس بمتباهي دائما يقول أنا شاعر مبتدئ، أنا شاعر مبتدئ لكن شعرك رائع أشرف وسنستمع إليه الآن. شكرا لك يا نسيمة أنا متواضع فمش هقول إن <applause> أنا في, <الشعب. تصفيق> في ناس كتير بتكتب أحسن من الشعر ده أكيد يا فالشعر بيقول إيه؟ شايف نفسك ليه؟ ما تقولش سعادتك بيه؟ قل لي طيب في إيه؟ ما اللي خلقك خلقني عندك مثلا شيء مش عندي رجلك طيب مش زي رجلي بمشي زي ما أنت بتمشي والخطية زيك مشكلتي زيك مش بصحى بدري شايف نفسك أحسن مني كل شوية تحكي لي قصص هندي قصص مندي وقصص مندي متكبر شايف نفسك إيه؟ صليب المسيح طيب كان ليه؟ صلبه عشانك وعشاني من الخطية نجاك ونجاني حماك وحماني طيب هي هي الأرض عليها بنمشي والشمس نورها علينا بتدي والدم في عروقنا بتجري والجبر أعمى مش بيعرف اسمك ولا حتى اسمي سل ربك بحبه ليك يدي والمدح في نفسك يمحي شكرا <applause> أشرف <أشواء> شكرا قسيس <applause> وجدي مشاهدينا أكيد ليس مثل ما قال أشرف برنامجنا ليس فيلم هندي هي حقائق موجودة في الكتاب المقدس انتظرونا في الحلقة القادمة وإلى اللقاء لا تنسوا التواصل معنا على الإيميل وعلى رقم الهاتف اللذان سيظهران على الشاشة إلى اللقاء